ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني يا مغازي، يعني معايا سبانخ النهاردة عايز أعملها بطريقة مختلفة ترضي الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. يعني دايما الاولاد يقول لك سبانخ يا ماما كل يوم بالطماطم، سبانخ بالرز، سبانخ بالعدس. انا هعملها النهارده بطريقه جديده مقاديرها على الشاشه. معايا سبانخ ورقيه طازه من خير ارضنا، معانا كمان البصل والثوم ده اساسي، معايا معلقتين من الرز المصري هيدوا قوام ويدوا شخصيه لطاجن السبانخ بتاعي، معايا جبنه موزاريلا وطماطم مضروبه في الخلاط. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ما فيهاش لا لحمه ولا فراخ، بس ولكن لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه استعيني بيها، هتديكي قيمه غذائيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت هتبقى كمان اكتر بكتير من غير ما تعمليها بشوربه عاديه. ولكن انا ما عنديش شوربه فراخ ولا لحمه للامانه النهارده، فانا هعمل بوكيه جرنيه من الميه والخضار بتاعي اللي بيكون معايا دايما يوميا. معايا شويه حبهان على شويه قرنفل، فلفل اسود، الحاجات اللطيفه دي، وعندنا حله بتغلى على النار وبنحطهم في النار كده. ايه، نبدا ناخد الفليفر والطعم بتاع الخضار والكرفس والبصل. ودي فكره لطيفه خاصه لو في مطبخك بتعملي اكل صحي. مش لازم بقى شوربه فراخ دسمه، شوربه لحمه، واحنا خارجين بقى من الايه، من الاجازات ولحمه العيد ورمضان والجو ده لسه مأثر علينا، هنقعد لنا شهر كده في اعاده هيكله من جديد. على النار بتغلى، ناخد البصلايه الحلوه دي كده ومعايا السبانخ الطازه، ونمسك البصلايه نقطعها جوانح صغيره كده بالشكل ده كده. انا بحب دايما البصل الاحمر في الاكل، قصدي في الطبخ يعني، والبصل الابيض في السلطه بيبقى لطيف وحلو اهو، والبصل شكله يفتح النفس. هناخد البصلايه الحلوه دي كده مع معلقتين زيت في قلب الطاسه ونديها تحميره صغيره كده. اللهم صل على النبي. زي الفل. يساعد على احمرار البصل سريعا مكعبين من الزبده. زي الفل. هنقلبهم كده ونشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن السبانخ بالجبنه بفكر جديد وطعم جديد. التحميره دي مهمه جدا، والبصله بتتحمر على النار، وارد ان عينيك تدمع، وارد ان ريحه الصالون تبقى ريحته بصل. جوزك اجازه النهارده في البيت، مشرفك ومنورك في البيت، عايزه تعملي له اكله حلوه، اول ما يشم ريحه البصل يبدا يخترع موضوع علشان يطلع من البيت. انت بقى تريحيه من القصه دي كلها ومعاكي شويه روزماري كده مع البصل اهو، قولي له اقعد ايه يا حبيب قلبي. زي الفل. الروزماري والزعتر مع البصل اللي بتتحمر في المطبخ بيمنع ريحه البصل تطلع في الصالون بره اهو، عشان ابو حميد يتنه ايه، ما انسك كده وياخد الاكل الجميل الحلو. ادي البروزماري في قلب البصل حلو، وشويه الزعتر الحلوين، ما بقاش ريحه بصل هنا دلوقتي، ريحه الزعتر والروزماري. هو ده الفكر. طب انا لو حمرت البصلايه من غير الحاجه دي هيحصل؟ لا بالعكس، ولكن الاضافات والتركات ديت مطلوبه. ادي البصل مع روزماري وزعتر. باخد انا طعم البصل والقيمه الغذائيه بتاعه البصل وشقاوه البصل في الاكله، ولكن ريحه البصل انا بريء منها. بدات اشم ريحه الزعتر والروزماري. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل يا عم الشيف. ببدا هنا اغذيها بقى بايه؟ حارق الكوليسترول، عدو الكوليسترول، الثوم، درانيات، بصل، ثوم، جنزبيل. الكوليسترول يسمع الاسماء من الثلاثه دولت، كوليسترول يعني البصل والثوم والجنزبيل، الدرانيات اللي احنا عارفينها، ودي عندنا الحمد لله متوفرة بأقل أسعار بكتير من أماكن تانية. ولكن اللي عنده مشاكل مع الكوليسترول ومشاكل مع أي أنزيمات يهتم جدا بالبصل والثوم والجنزبيل. على طول الأكل بتاعنا والمقادير بتاعتنا في متناول الإيد. تفتح التلاجة هتلاقي اللي قدامي ده، تفتح راجل المطبخ هتلاقي اللي قدامي ده، تروح عند بتاع الخضار هتلاقي اللي قدامي ده، تروح عند بتاع الفراخ هتلاقي اللي قدامي ده، مفيش حاجة جديدة. البصلية على النار، خدت الطماطم زي الفل. اللهم صل على النبي. هسيبها تاخد غلوة لأن السبانخ هي تقليبة والتانية وطلعت معايا. ونجهز الكسرولة بتاعتنا اللي هنحط فيها السبانخ. حلو. الست الكل عايز الحواوشي؟ أستاذ رحاب؟ الحواوشي والبيتزا. الاتنين مدرسة واحدة. اتنين معجنات. تقدري من عجينة البيتزا وعجينة الحواوشي تعملي من عجينة البيتزا تعملي البيتزا وتعملي الحواوشي. اللي هي كوبايتين دي بياخدوا مع كوبايه من الزبادي، عشان الزبادي دايما في وجود المعجنات او اضافته للمعجنات بيخلي العجينه طريه،
وياخد نص كوب من زيت الزيتون، ونعجن العجينه بتاعتنا بنص معلقه من الخميره مخلوطه بالسكر عشان تشتغل بسرعه، وبنعجن العجينه وتسيبها تتخمر تقريبا نص ساعه. بعد كده بنفرد العجينه بتاعتنا، عايزين نعملها بيتزا هنعملها، عايزين نعملها رغيف حواوشي هنعملها، وتبقى عملت الحواوشي الاسكندراني بالعجينه. اما في حواوشي تاني سهل وبسيط يا ست الكل، بتجيب اللحمه المفرومه تتبليها، واسمها حواوشي لان بتبقى محرمشه، تاخد فلفل حار وتاخد توابل وبصل وتوم. ولكن هديك التركيه بتاعت المغازي والمدرسه المغازيه لعمل الحواوشي، مختلف تماما. ايه هي؟ اللي مش هتلاقيها في اي مطعم ولا في اي مكان. باختصار شديد، لما بنضيف البصل والتوم للحمه المفرومه ونحطها في قلب الرغيف الحواوشي، نيجي ناكله بنشم ريحه البصل مش لطيفه في قلب الرغيف الحواوشي. انا شخصيا مش بحبها. الرغيف الحواوشي بيستوي واللحمه بتبدا تشد والبصل لسه ما استوتش، وريحه البصله بتنتشر في اللحمه من جوه وفي العيش بتاع اللحمه، نبقوا شامين ريحه البصل والتوم مش لطيفه. طب اعمل ايه يا مغازي؟ مدرستك بتقول ايه؟ ناخد البصل والتوم ده نحمره في طاسه كده مع شويه زعتر معلي فلفل حار سبايسي، ونخلي البصلات تستوي شويه مع زيت الزيتون، تقوم البصلات تخش على اللحمه جاهزه وبتستقبلها. نبدا نتبلها بالتوابل بتاعتنا، وندخل البصلايه والتومه مستويين شويه او متشوحين على النار مع اللحمه المفرومه، وده الفكر المغازي لعمل الرغيف الحواشي. البصلايه هنا والتومه على النار، خدت الطماطم المبشوره بالتقليبه اللطيفه الحلوه دي كده، ننزل عليها بالسبانخ. سبانخ ورقيه لطيفه وجميله. ايه بقى المعلومه هنا؟ السبانخ دي لو حطيتها دايما بتقلع على السوشيال ميديا يا مغازي، السبانخ ليه بتسود وهي على النار؟ في حاجتين، يا اما بتحط السبانخ في السائل بتاعها الشوربه او الخضار من غير ملح فده طبعا بيسوتها، يا اما انك انت بتحط عصير ليمون على السبانخ، عشان معروف ان احنا عشان نستفيد بالسبانخ لازم نعصر عليها ليمون ونستفيد بنسبه الحديد اللي موجوده فيه. العلم اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول كده، والعلم لما يتكلم سمع هوس. عشان استفيد بالحديد اللي موجود في السبانخ لازم عصره ليمون عليها. طب اعصرها امتى؟ بعد ما تطلع من النار وتبرد شويه، تبقى السبانخ كده لونها الطبيعي الاخضر اللطيف الجميل. وحذاري انك تعصري الليمون على السبانخ وهي في قلب النار. اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ احط شويه ملح علشان خضار السبانخ يحلو في عينيا كده، وانا ايه بشوفها على النار. ادي كده ملحت الايه الصوص بتاعي ده كده، وانزل بالسبانخ بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا انت شايفاها كتير في قلب الحله دي، مجرد ما تتبخر مع البخار بتاع الطماطم هتلاقيها كلها ايه هبطت ونزلت في قلب الصلصه. شفت الحله اتملت ازاي؟ زي الفل. حلو قوي يا شيف. دي السبانخ بتاعتنا، سبانخ بتتكلم مصري. رشه ملح حلوه عليها. سيبك من السبانخ اللي بتلاقيها في اكياس كده ومعلبه والكلام ده، لا تجيب السبانخ البلدي الحلوه دي كده عند الفكهان وعند بتاع الخضار. عندنا ميه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. شفت الميه المغليه دي بقى؟ ده بوكيه جرنيه. الله، خضارها حلو ازاي في عينك. هو ده. مش هيسود ولا حاجه. يسود امتى يا مغازي؟ لو عصرت الليمون عليها وهي على النار. حلو، تاخد الغلوه بتاعتنا الجميله الحلوه. طبعا انت بتعمليها هنا هتلاقيها مصيصه معاكي وشكلها مش لطيف. او ما اعمل ايه يا مغازي بقى؟ في حاجتين، البعض يحب شويه عدس مع السبانخ تدي قوام وتدي شخصيه، والبعض يحط شويه رز. انا امي رحمه الله عليها كانت تحط دايما ايه بحفنه ايديها كده شويه رز صغيرين. بس خلاص. تقوم شويه الرز دولت، الرز المصري بتاعنا بالذات غني بالكربوهيدرات والنشويات بتاعته، خلي بالك هيبقى ايه زي الفل. هغطيها تغطيه صغيره كده واسيبها على النار لمده دقيقه، هنفتح عليها ونشوف هنلاقي السبانخ ايه هبطت في قلب الايه الحله. حلو الكلام. نرفع ده كده وخلص السبانخ. بعد ما بتستوي على النار بنحطها في الكسرولة بتاعتنا، ومعانا جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، الجبنة اللي أولادك بيحبوها، نبدأ نحطها على الوش وندخلها النار. دي طريقة. الطريقة التانية ممكن تعملوا وايت صوص لطيف وجميل، تاخد الوايت صوص ده تغطيه بيها وتدخلها الفرن، تبقى سبانخ جراتان بالجبنة حسب الرغبة. ولكن سيبونا أقلب السبانخ كده. أهو شفت بقى الحلاوة. معلقتين الرز اللي أنا حطيتهم دولت مهمين جدا، بيدوا للسبانخ شخصية في القوام والصوص بتاعنا. ما تبقاش مصيصة معاك. هقلبها كده وناخد بعضينا وراح نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف كبد الفراخ بفكر جديد والمدرسة المغازية ازاي ناكلها مقلية بطريقة جديدة. او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل خطوة بخطوة.
احنا عايزين نعمل طاجن السبانخ النهارده الاولاد ياكلوا منه. احنا الكبار عارفين القيمه الغذائيه للسبانخ، مامتنا امنا والدتي علمتنا ناكل السبانخ ازاي من الصغر، ولكن الاطفال بتاعه الوقت ده دايما ياكلوا الاكلات السريعه اللي هي ممكن الفاست فود اللي موجوده بره، الشاورما، الحاجات دي كلها. شايفين الصوره الحلوه على الشاشه؟ ادي السبانخ بعد انا طبعا ما تعبت عليها وشفناها مع بعض. هتقولي القوام ده جه منين؟ مش شويه الرز اللي انا حطيتهم في قلب السبانخ؟ الله، هو ده اللي انا بدور عليه. اصبح لها شخصيه، هي كده كده لها شخصيتها قويه يعني بالقيمه الغذائيه بتاعتها، ولكن لما احط شويه رز او شويه عدس، ولكن ليه ما حطيتش عدس يا مغازي بقى زي الوالده؟ هو ده الكلام، عشان انا اعملها جراتان مع الجبنه، فيفضل الرز او شويه مكرونه صغيره، يبقى كده مدرسه تانية. اتفقنا مع بعض؟ مش عايزه تحط رز، حط شويه مكرونه صغيرين من بتاعه الكشري او بتاعه المبكبكه، عارفينها كلنا الصغيره دي. حلو الكلام؟ اهو ادي السبانخ بتاعتي زي الفل، تغلى على النار، هاخدها زي ما هي كده، خلاص هي مستويه جاهزه، تبلتها، عايزه رشه فلفل اسود للامانه. حلو الكلام علشان يبقى طعمها حلو. اخبار الفلفل الاسود دي واضح ان فيها حاجه، معانا فلفل اسود تاني هنا كده اهو زي الفل، نقلبها. الفلفل الاسود دايما مع الحاجات اللي فيها جبنه بتبقى لطيفه وحلوه، مع الزعتر والروزماري، اخدها زي ما هي كده بقى. حلو قوي. جالنا سؤال دلوقتي من الكنترول من حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. على فكره احنا معانا فريق السوشيال ميديا بيتابع واحنا مع بعض كده على الهواء، اللي عايز يسال سؤال انا جاهز احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. من ضمن الاسئله اللي جت دلوقتي، ازاي نشرب السبانخ عصير؟ ودي حاجه حلوه على فكره، السبانخ الطازه بتاعتنا البلد الحلوه دي كده تعمليها عصير ازاي؟ ورقيه زي ما هي بتغسليها وهي سليمه، حذاري واكتبيها على باب التلاجة انك تغسلي جرجير بعد ما تقطعيه، او خس بعد ما تقطعيه، او سبانخ بعد ما تقطعيها، تغسليها وهي سليمة ورقية كده، وبعد كده سيبها لما تنشف، تجيب الخلاط تحط في قلبيه السبانخ، وعندك عصير برتقال اهلا وسهلا، عندك عصير ليمون اهلا وسهلا، مع حباية موز لطيفة حلوة، وتضرب الخلاط زيت الفل مع معلقتين من العسل. يا سلام عليك يا مغازي، وبألف هنا وشفا لأطفالك الحلوين والرياضيين، ابنك رايق على المدرسة، رايق على النادي، تحضنيه كده وتديله شوية حنية، وخد يا حبيبي الكوباية العصير الحلوة دي كده. مكوناتها فيتامين سي اللي موجود في الحامض اللي أنا حطيته، إذا كان برتقال أو يوسفي أو ليمون، وطبعا الموز غني بالبوتاسيوم والمعادن. السبانخ مش محتاجين نتكلم عنها، صيدلية من القيمة الغذائية المتعددة أو المعادن. معانا الجبنة الموزاريلا بنحطها على الوش كده زي الفل، ممكن تحط جبنة شيدر، هتدخلها الفرن تاخد لون وتاخد شكل، طلعها بألف هنا وشفا. عدلها دي يا مغازي، عدلها يا إما شوية مكرونة اسباكيتي بالزبدة كده، يا إما تحبي لي شوية رز أبيض يبقوا كمان مع السبانخ دي تبقى لطيفة، يا إما العيش بتاعنا البلدي الجميل الحلو هندخلها الفرن تاخد وش. رشة زعتر حلوة للأمانة، دايما لما أحط جبنة موزاريلا برش رشة زعتر حلوة اهي، توم الجبنة يبقى طعمها حلو على فكرة. بتعملي بيتزا، بتعملي بشاميل جلاتان، صينية مكرونة بالبشاميل وهكذا. اخدها الفرن كده بألف هنا وشفا اهي. لما أقول بساطة سهولة مرونة يعني تفاصيل صغيرة، ولكن المعنى قدام حضراتكم في الفرن والشكل قدام حضراتكم في الفرن.